شو أهمية صحة الفم عند المرأة الحامل؟ صحة الفم عند المرأة الحامل كتير مهمة، لأنه أي خلل باللثة أو التهاب باللثة أو صحة فم بتكون متضررة بتأثر كتير على صحة الجنين. أول شيء عندنا ريسك كتير عالي إنه يصير في إجهاض للجنين، وتاني شيء في ريسك عالي إنه يصير في ولادة مبكرة مع وزن قليل أو صغير للجنين. مشان هيك كتير مهم عند المرأة الحامل إنه تزور طبيب الأسنان، يا أما قبل ما تبلش تخطط إنه يصير حامل أو بالمرحلة الأولى من حملها. وهيدا الشيء حتى طبيب الأسنان يكشف على الأسنان، يهتم بصحة اللثة، يصير في تنظيف شامل للفم، وإذا أي شيء في مشاكل صغيرة بالأسنان أو باللثة يتم تصليحها بشكل صحيح حتى نتفادى مشاكل وكومبليكيشنز بفترة الحمل المتقدمة. بصير في كنا عنا كتير مشاكل كمان خلال الحمل بالنسبة للفم، مثلاً لما تلعي نفسها الحامل بالبداية، لما يصير في قيء أو لما يصير في ريفلوكس أو حوامر بتطلع من المعدة، هذا الشيء كتير بيأثر على الفم وصحة الأسنان وصحة اللثة. مشان هيك كتير مهم إنه يصير في متابعة regular مع الدنتست حتى هذا الأشياء كلها تكون محاوطة بشكل صحيح.